أولا إحنا عندنا مستويين من التعبير عن فكرة أبناء الله. المستوى العام اللي هو بيجسد محبة الله وعناية الله، فمحبة الله وعناية الله هي لكل الخليقة. طالما انك مش حاطط حواجز تعوقك كما شرحنا في فكرة الشفاء، فمحبة الله وعناية الله متاحة لكل الخليقة. طيب، كان في ناس غير مؤمنين ليسوا من شعب الله ولم يقال عنهم انهم مؤمنين، زي فرعون بتاع يوسف. مع هذا محبة الله وعناية الله كشفت له سر المجاعة التي ستأتي، يعني الله اتعامل معه بمحبته. عندنا النموذج الثاني برضو في كتاب مقدس، نبوخذ نصر الملك. فإذا عناية الله ومحبة الله هي للجميع. هذا هو المستوى العام من معنى أن الجميع أبناء لله، من مستوى المحبة والرعاية. لكن احنا عندنا في الإنجيل الفهم الإنجيلي بتاع العهد الجديد لمعنى أبناء الله، اللي هو قايم على الدخول في عهد البنوة لله، اللي فيه الله مادد إيده بمحبة الآب، بس لازم أنا الإنسان أمد إيدي بقبول عهد الدخول في محبة الآب، وأن أكون ابن كما يليق بمحبة الآب، اللي هو ده الارتباط والاتحاد بعهد، بناء على العهد. فالنهاردة واحد مسيحي وما دخلش في هذا العهد، هو طلع مسيحي بالوراثة وليس ابنا لله. طب واحد مسلم ودخل في هذا العهد، يبقى ايهما الذي صار ابنا لله؟ اللي دخل في العهد. فصل الخطاب هنا ان المستوى الخاص اللي اتكلم عنه العهد الجديد هو الدخول في هذا العهد، عهد البنوة لله الآب.